إذن صباحكم مبروك متابعينا ومشاهدينا الكرام في كل مكان، نربط بكم الاتصال مجددا من قلب شوارع العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. وشنو واش مازال معيدين؟ فصباح اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك، كما كتشاهدوا شوية الحركية بدات كتحرك شوية في الشوارع، يعني الناس كاين دابا جوج ديال الفئات، وزعما صراحه المغاربه والله الا من الهم ما يضحك. ولينا كنهضروا على عيد الاضحى، كاين اللي معيد وكاين اللي ما معيدش. دابا كاين جوج ديال الفئات، فئه اللي عيدات يعني ما خرجاتش من الدار، يعني عاطيها القطبان والشواء، وكاينه فئه اللي ما عيداتش. دابا جوج ديال الفئات كاينين، كاين اللي عيدوا كاين اللي ما عيدوش. فبصراحة وبصريح العبارة، هذا العيد هذا لم يسبق له مثيل. أنا في الحياة ديالي ما عمري ما شتي عيد بحال هكا. كانت معاناة ديال المغاربة أكيد مع اقتناء الأضحية ديال العيد، عشنا واحد 15 يوم ولا نقدروا نقولوا 10 أيام تالية، كلها دازت صعبة جدا على المغاربة مع اقتناء الأضحية ديال العيد. بصريح العبارة، كاين اللي عيد كاين اللي شرا. دابا الاشكال، وانتم غتلاحظوا من خلال التعليقات ديالكم غتعطيوني الاراء ديالكم. حنا الحمد لله فرحانين بالعيد، سواء بالاضحيه ولا بلا اضحيه، المغاربه كيفرحوا بالعيد. دائما كتلقى المغربي متشبت بعيد الاضحى المبارك، لان شعيره دينيه، هي سنه مؤكده. اذا المغاربه من هذه القضيه ديال العيد راهم متشبتين بالعيد. اللي حرم المغاربة من أنهم ياخذوا الأضحية بثمن المناسب، أنا قلتها في مرارا وتكرارا، كان خاص يعني النظر في الثمن ديال الأضحية ديال العيد، علاش كانت غالية هاد العام؟ شنو السبب؟ واش من العلف اللي هو غالي؟ واش هكا كيقول المواطن كيتساءل، واش من العلف اللي غلى على الفلاح؟ واش من الدعم اللي ما دعمش الفلاح الصغير بطريقة كبيرة؟ واش مجموعة من الأسئلة ومجموعة من التساؤلات، وخا نعيا نسول ما غنساليش في هذا اللايف. إذا خاص لربما يعني باش ما يتكررش هذا السيناريو ديال هذا العام، لأن دابا بالإحصائيات، بلغة الإحصائيات، ملي كنجيو نشوفوا البطاين اللي كاينين. دابا البارح دار الزميل بشير مراسل قناة بي تطوان في دار الطباغ ديال تطوان هناك، ولا دار الذهب كما كيعيطوا لها. الناس ما خدموش في هاد العواشر، يعني دار الطباغ ما فيهاش البطاين، يعني شنو كيعني هاد الشيء هذا؟ انا كنهضر على تطوان، فاس انا غادي نحاول نسلط الضوء على هذا الموضوع، يعني كيعني بان المغاربه راه ما عيدوش بزاف هاد العام. كاين الناس اللي عيدوا، ملي كنقولوا عيدوا حنا المصطلح ديال عيدوا يعني واش شراو الاضحيه ولا ما شراوهاش. يعني ملي كتشوف دار الطباغ ديال تطوان ما فيهاش البطاين بزاف، اذا المغاربه، اذا تطوانيين ما عيدوش بزاف. اذا فواسه ما عيدوش بزاف. اذا هذا السؤال اللي كيطرح نفسه كنعاود نطرحو، علاش المغاربه ما عيدوش بزاف هذا العام؟ لان الثمن ديال الاضحيه ديال العيد كان مرتفع، وشكون كان السبب في ارتفاع هذه الاضحيه ديال العيد؟ حنا كنعرفوا بان حنا الحمد لله بلاد فلاحيه، المغرب راه معروف بالفلاحه، يعني هذا القطاع ديال الفلاحه راه خصو يكون الفلاح الصغير غادي مزيان، خصو يكون مدعوم، خصو يكون العلف الثمن مزيان، خاص. اذا انا ما نكذبش عليكم اخوتي المغاربه، يعني الا جيت، لان هذا الموضوع تحدثت عليه ما فيه الكفايه قبل عيد الاضحى المبارك. الان كاين هذه الاجواء ديال العيد كتشوفوا، يعني ثلاث ايام ضروري، شوف عادي جدا باش انا الشوارع تكون فارغه، باش ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربان. راه المناسبه ديال العيد، راه المغاربه كيحتفلوا بالمناسبه ديال العيد. الأغلبية ديال المغاربة في النهار الأول والنهار الثاني راه كيلتزموا بالبيوت ديالهم، خصو اللي شرا شي حولي راه كيذبحو وكيسلخو وكيشوي وكياكل الدوارة، وحتى أن حتى أن لربما حتى داك دابا الحولي، حنا المغاربة كاملين يعني ما كنتفكوش مع الحولي، حتى داك هذا الفك ديال الفم ديال الحولي كيقول لك هيب به. كاين بعض التقاليد وبعض العادات كيقول لك هيب به، راه غي شي حاجه بحال هكا. المهم على اي، يعني باش تكون الشوارع فارغه ثلاث ايام ولا اربع ايام ديال العيد، فراه عادي جدا
عادي جدا. الناس راه كيبغيو يرتاحوا في العيد الاضحى، كاين الناس اللي كياخذوا عطله في عيد الاضحى، كاين الناس اللي كتسافر. دابا الاغلبيه ديال المدن فاس والله الا اصبحت في الثلاث ايام هذه نقدروا نقولوا شي بها مهجوره، كتلقى الشوارع فارغه وكتلقى حتى الحركيه ضعيفه، لان دابا الطبيعه ديال فاس، فاس مدينه اللي محاطه بمجموعه من المناطق المجاوره. أغلبية ديال الناس دابا اللي يقتلون، باش نسميو الأمور بمسمياتها، باش نهضر معاكم صريح العبارة وما كنعرفش أنا نزوق في الهضرة، وأكيد كاين اللي غتعجبو هاد الهضرة وكاين اللي ما غتعجبوش. فاس أصبحت مدينة محاطة بمجموعة من المناطق القروية، صافي غنتحدث معاكم بصريح العبارة. راه الأغلبية ديال الناس اللي داروا الهجرة القروية جاءوا مجموعة من المناطق يقطنون بفاس. خير دليل على ذلك يعني أن في العيد كتخوى مدينة فاس. إذا هاد الناس هادو اللي كيكونوا في المناطق المجاورة ديال فاس، فأغلبية ديالهم عندهم أسر ديالهم في المناطق المجاورة، فكيمشيو كيخرجوا من مدينة فاس كيمشيو يعيدوا للأسر ديالهم والعائلات ديالهم، لا في تاونات لا في قرية صبا محمد لا في لا في تازة لا في لا في تازة عاوتاني حتى هي عند المحيط ديالها، لا في مجموعة من المناطق المجاورة. يعني باش نتحدث معكم بصريح العبارة، كتخوى مدينة فاس، كتخوى مدينة فاس في المناسبات ديال عيد الأضحى وديال عيد الفطر، جوج ديال المناسبات خاصة عيد الأضحى. دابا المغاربة راهم متشبتين بعيد الأضحى، واش كاين هاد الهضرة ولا ما كايناش المغاربة؟ ما بالونيش التعليقات ديالكم أخوتي، واخا نحاولوا نشوفوا بعدا التعليقات عاد نكملوا النقاش، نشوفوا بعدا واش كاين معنا الناس اللي صبحوا معنا في هذا البث المباشر، واش كاين هذه الهضره، واش لاحظتوا بان فاس في هذه الايام ديال العيد كتخوى بزاف؟ خليني مثلا الناس راهم كيشوي ولا راهم في الدار مقابلين الحولي، ولا خليني من داك ولا راهم كيديروا صلاه الرحم، لا على كنهضر انا على كتحس بان فاس خوات، كتحس بان الناس اللي كانوا ساكنين فاس في عيد الاضحى كيغادروا فاس كيمشيو عند عائلات ديالهم وعند الاسر ديالهم خارج فاس. هادشي اللي لاحظت انا واللي يعني لمستو في هاد عيد الاضحى هذا، خاصه هاد عيد الاضحى هذا. دابا اللي التعليقات كاينه اخويا منير، تبارك الله عليك خويا منير. ها هو بعدا السي منير راه كيعلق، راه متفاعل معنا. يلاه الدراري فيقوا معنا، ونتمنوا لان ان شاء الله باذن الله تكون دوزتوا هذه الايام المباركه، هذا العيد الاضحى المبارك يكون داز عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. بطبيعه الحال درتوا صله الرحم، شفتوا الاحباب، شفتوا الاهل، فرحتوا مع الوليدات سواء بالحولي ولا بلا حولي. باش نتحدث معك لان انا دابا خصني نبقى نهضر ندير هذه الفرضيه ديال كاين المغاربه اللي عيدوا بالحولي وكاينين المغاربه اللي عيدوا بلا حولي، هذا راه واقع ولينا دابا كنعيشوه دابا للاسف مع هذا الغلاء ديال الاضحيه ديال العيد اللي كان من المفروض لان كل مغربي يكون معيد، لان الثمن ديال الاضحيه كنا كنعرفوا في الايام السابقه كان في متناول الجميع، 1500 درهم كتقاتل معاها كتشري بالنسبه للدرويش المواطن البسيط اللي ما عندوش، اللي خدام مسكين كيتقاتل طالب معاشو، كيتقاتل مع داك 1500 1300 درهم كياخذ اضحيه كيفرح وليداتو، كضروري ومؤكد يعني ضروري كياخذوها المغاربه كانوا. دابا المغربي دابا ولا كيمشي للسوق، ولا كيمشي للسوق شنو كيلقى؟ كيلقى 1000 الا جبتي الا جبتي 1500 درهم يضحكوا عليك. دابا في السوق وليتي الا جبتي 1500 يضحكوا عليك، علاش؟ لان ما كاينش ورا جبت 3000 درهم و 4000 درهم وما غتلقاش الحولي ديال العيد، ماشي لا 1500 ولا 1300، غتاخذ نعجه شارفه جامعه ولا شنو كيعيطوا لها، غتاخذ داك النعجه اللي ما غت لن تفيدك في اي شيء في العيد، وغيضحكوا عليك الناس. دابا المغاربه دايرين هكا خوتي المغاربه، باش نشرح الملح معاكم. اذا بزاف ديال الناس تحرموا من اضحيه ديال العيد اللي كانت كتفرح الطبقه. كاين الناس اللي ما بغيتش ندخل في شي تفاصيل باش ما نسمى شيء عاوتاني، باش نتحدث معكم صريح العباره، راه ما خاصش هادشي يدوز مرور الكرام. راه هاد الغلاء اللي كان ديال الاضحيه ديال العيد اللي ولينا كنشوفوا ديور الضباغ ما فيهمش البطاين، راه خاص هادشي ما يمرش مرور الكرام. من كان سبب في غلاء الاضحيه ديال العيد هاد السنه؟ ما خصناش صافي عيدنا نساليو هاد السؤال
نطويو ونجمعو. لا لا ما خصناش نطويو ونجمعو، خصنا نعرفو شنو كاين، شكون اللي غلا الاضحيه ديال العيد. الشناقه هي سيدي كلشي تيرا في الشناقه، كلشي كيقول لك الشناقه الشناقه الشناقه، واه الشناقه ما كاين اللي حاسب ولا راقب، كاينش يراقبهم؟ واش ما كانش اللجان اللي كتقوم بالمراقبه؟ واش انا غنخلي السوق يفتح هكا كتقول لي المنافسه؟ المنافسه ولكن راه هذه راه اضحيه ديال العيد، راه المنافسه راه كاين عاوتاني قانون ديال المنافسه، راه المنافسه ما غاتشريش انت الاضحيه ب 1500 وغتبيعها ب 3000 ولا 4000 درهم، ما غاتزيدش على المغاربه 200% ولا 100%. المنافسه راه عندها القواعد ديالها وعندها الشروط ديالها، غتقول لي السوق هذا انت فلوسك في جيبك وهو سلعتو عنده، اي شريف، ولكن كان خاص لجان اللي غتقوم بمراقبه هاد الاسعار باش المغاربه ما يتحرموش من الاضحيه ديال العيد، لان شفنا دابا الان بان بزاف ديال المغاربه راه تحرموا من اضحيه العيد بسبب الغلاء. اذا انا كنعاود ناكد وكنتحمل كامل المسؤوليه بانه يجب وضع الاصبع على الجرح ونعرفوا فين كاين الخلل باش العام الجاي ما يكونش هي الاضحيه ديال العيد واصله لهادشي، لان الاضحيه لان العيد راه هو اللي كيفرحوا به المغاربه، العيد كبير راه هو كيقدروا الناس ياخذوا الحولي ديال 2000 درهم كيكون ثمين وغزال، 2000 درهم كانت كتجيب لنا الحولي ثمين وغزال، دابا 2000 درهم اللي جبتيها يضحكوا عليك. إذن هنا نتمنى لاني نكون طرقت لهذا الموضوع ما فيه الكفاية، وراني راكم تبعتوها المغاربة على أين دابا العيد راه داز، دابا نقدروا نقولوا دابا راه النهار الرابع ديال العيد أكيد. واش كاين هادشي المغاربة ولا ما كاينش؟ دابا كنحاول نتواصل معكم من خلال التعليقات، الوسيلة دابا الوحيدة اللي كنشوف من خلالها الآراء ديالكم هي التعليقات، نحاول نقرا جميع التعليقات ديالكم. حنا كنتواجدوا دابا الان في البطحه وغادي ندوز على باب بوجلود بالقرب من باب بوجلود، اكيد هذه المعلمه السياحيه. دريوش خالد شنو هو؟ وشنو هو السي خالد؟ فهمتكش، ما فهمتش السؤال ديالك. إذا كتشوفوا معنا هذه المعلمة ديال باب بوجلود التاريخية. إذا من ترودانت غلاء الاضحيه من غلاء العلف. ودابا دابا كاين اللي كيقول العلف، كاين اللي كيقول الشناق، والشناق لا العصا، وكل المغاربه العصا وكل العصا حتى هو باللغه ديال الدارجه كنقولوا الشناق، الشناق راه كلشي فين ما دخلنا السوق كيقول لك الشناق، حلا الشناق هذا ما عنده لا حاسب ولا راقب. لا كنستنى الشناق مغلي، راه درنا لايفات قلنا بان الشناقه كانوا كيغليو العيد، وراه كان خاص كاس المراقبه ديال هاد الشناقه. خوتي العزاز تبارك الله عليكم، منين كتابعونا نتمنى لنا يكون التفاعلات ديالكم اكيد من خلال هذا البث المباشر الصباحي. مازال المدينه شويه خاويه، مازال الناس عاد كي عاد غيرجعوا من السفر، غادي يرجعوا للخدمه، فعاد تبدا تعمر شويه في فهاد التالي ديال السيمانه ان شاء الله، لان الخوات عرفتي شفت انا فاس خاويه بواحد الطريقه. العيد الكبير العام اللي فات راه ما كانش خاويه هكا صراحه، كانت الحركيه وخا العيد يعني النهار الثاني كتحس بالناس كيخرجوا يديروا البيكنيك على برا في شارع الحسن الثاني. دابا هاد العام كنقول هاد العام استثنائي بكل المقاييس، والنهار الثالث والبارح ثالث العيد ومازال الدنيا خاويه. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد بوزكري، مرحبا خويا، تحياتي لك.
خوتي الاعزاء غادي نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لحسن التبع ديالكم المشاهده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.